اهلا بيكم في حلقه جديده في برنامجنا على قد الايد، واكلاتنا كلها اللي على قد الايد ان شاء الله. والنهارده هنعمل مع بعض اكله لذيذه جدا، والموسم بتاعها شغال معانا حلو قوي اليومين دول، وهو القرنبيط. وبنعمل منه مع بعض اشكال كتير والوان، لانه هو مفيد زي ما اتفقنا جدا جدا. واحنا امهاتنا وجداتنا وكلهم كانوا متعودين دايما القرنبيط بيعملوه ايه؟ على طول متحمر، فعلى طول يسلقوه، يحس ان الريحه مش حلوه للاولاد. اول حاجه الاولاد بيكرهوا القرنبيط من ريحته، فاحنا لما نيجي نسلقه لازم هنحط كمون وملح مع الايه؟ مع سلق القرنبيط. يعني تحط ميه على النار تغلي، مع حبه كمون يغلوا وحبه ملح. بعد كده نزل القرنبيط، بعد ما غليت نزل القرنبيط ياخد له ايه؟ كام غلوه يا دوبك كده، ما بياخدش كتير خالص. انا دايما كانوا زمان لما يجي يحطوا قرنبيط بيعملوه ازاي؟ القرنبيط سليمه زي ما هي كده، ويحطوا الحله على النار، ويروحوا ايه؟ واخدين الزهره كلها، القرنبيطه كلها، وحاطينها الجذع بتاعها ده من تحت كده. هم كانوا شاطرين يعني. احنا بنعمل كل حاجه بس على قدنا. فكان يحطها في الميه بالطريقه دي، ويخلوا الزهره لفوق علشان لما يحصل اي ريم، يعني اي ريم او اي حاجه ما توسخش الزهره، ماشي. وبعدين وكمان العنقود بتاعها هنا بيستوي اسرع، يعني بياخد وقت عن الايه؟ عن الزهره نفسها. هنا بيتهري اسرع، انما العنقود بتاعها بياخد وقت اطول. فكانوا بيسلقوها بالطريقه دي عشان تفضل تغلي من تحت، وفوق يسويها البخار بس، ماشي. يعني الميه ما بتوصلش. احنا ما بنعملش كده دلوقتي، احنا بنعمل ايه؟ بنحط ميه على النار تغلي، ونحط الكمون والملح، وبعدين نقطعها. انا بقطعها بالطريقه الزغنونه دي كده، واسلقها كده، واقلبها كام تقليبه مع الغليان، يطلع خلاص استوت. وان شاء الله تبقى ريحتها حلوه جدا. الكمون بيخلي ريحتها بيغيرها تماما. وكان قوي عاملينها العجينه وحمرينها زي ما احنا عملناها قبل كده. احنا بقى بندخلها في اكلات كتير، عشان طبعا لما تحمريها تاكليها كام مره مثلا؟ هتاكليها كل شهرين مره، كل شهر لو انت كترتي. انما لا، الطرق الكتير اللي بنعملها دي هتخليكي تاكلي قرنبيط كتير وبطرق مختلفه كتير جدا. يعني النهارده هعملها لكم طريقه حلوه قوي بالرز، اوريك عليها دلوقتي. حاجه شبه المقلوبه، شبهها، ماشي. وسخن الحله بس. انا عندي زيت سخن، عندي رز، عندي لحمه معصجه طلعها كيس كده من الفريزر. وطبعا تعصيج اللحمه احنا عارفينه، مش كل شويه هعمله بقى، بس انتوا سهله جدا. حمي بصلايه مع معلقه سمنه، وهتروحي منزله عليها اللحمه المفرومه وتقلبيها. حطيتي فلفل بقى، حطيتي اللي انت الفلفل الوان، طماطميه صغننه مقطعه زي ما انت عايزه، ماشي. نشوف بس ده زعلان مننا ليه دوت، عشان نظبطه. كده القرنبيط بقى، انا عندي قرنبيط مسلوق. اجيب حبه دقيق، ما فهمش اي حاجه خالص. اجيب القرنبيطه، شوف بس اخباره ايه. بصوا كده، اديله تحميره كده، وهو بيتحمر انا هجيب دلوقتي اعمل ايه. بس استنى، رجع حالة تانية على النار هتاخد السخونية دي كده. ولا فيها ايه؟ ولا بيض ولا اي حاجة. انا بس بديها حبة دقيق كده يدوها ايه؟ قرمشة شوية. هي دي كده على طول كده، تعفيرة بسيطة. واخدها على ايه؟ على الزيت السخن. وهنعمل الكميه دي كلها عشان هعمل بيها ايه؟ هعمل بيها حاجه حلوه قوي شبه المقلوبه اللي بقولك عليها دي، بس كل حاجه هسويها لوحدها. يعني عندي اللحمه المتعصجه، عندي هحمر القرنبيط، هسوي الرز. هسوي الرز بايه بقى المره دي؟ هسوي رز بالكركم. مش ممكن تعملي رز ابيض، ماشي. هحمر دي كويس كده عشان تبقى لونها حلو،
يعني انا هدخلها مستويه على رز مستوي وعلى لحمه معصجه، هديها تشميعه كده في الفرن بس مع بعض، انما ايه مفيش سوى خالص، خلاص هي تشميعه حاجه بسيطه بس. الطبق اطلع عليه، بسم الله الرحمن الرحيم. طلع كده، اللي يتحمر نطلعها كده. انا مش عاملاها بعجينه ولا عاملاها باي حاجه، هم حبه دقيق، ولو مش عايزه كمان دقيق مش مشكله، بس هي دي بيديها شويه قرمشه شويه كده. مكان الفاضي نحط حبه كده على بعضهم. معانا سلوى، اهلا وسهلا يا سلوى. سلوى السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته، ازيك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه أيوة. الله وبركاته، ازيك عامله ايه؟ ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله، ازيك انت؟ الحمد لله. انا سعيده جدا والله اني كلمت حضرتك. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. انت ايه اخبارك؟ انا سامعاكي. انت ايه اخبارك؟ يعني هقول لك باختصار، انت دخلت قلوب كل المصريين لان حضرتك بتشبهي كل الستات المصريات. الحمد لله، الحمد لله حبيبتي، ربنا يخليكي. ليك اي سؤال؟ يعني الحمد لله رب العالمين. مش قادره اقول لحضرتك كلنا بنحبك قد ايه. الحمد يا رب دايما. عندي اقتراح ممكن اقوله لحضرتك؟ طبعا اتفضلي قولي يا حبيبتي. حضرتك بتعملي لنا المعجنات والفطاير والحاجات دي. في اقتراح، انا كسيده عامله يعني وعندي شغل وكده، فبعمل البيتزا وبعمل الرقاق زي ما حضرتك بتعملي اللي هو الرول الرقاق والحاجات دي. ايوه. بعملها نيه وبحفظها في الديب فريزر. يعني بعمل البيتزا زي ما هي وبحط عليها كل الخضار وكل حاجه، بحيث ان ابني مثلا يجي من الكليه بتاعته يروح مطلع البيتزا يحطها في الفرن 5 دقائق بتستوي. جميل جميل، طيب برافو عليك، شطوره، فكره لذيذه جدا، حلوه قوي برضه. طبعا حاجات يعني حضرتك مثلا عملت لنا رول الرقاق دوت اللي هو اللي باللحمه او بالفراخ والحاجات دي، بعمله كتير وبعمل منه كميات وبحفظه في برضه في الديب فريزر، بيقعد فترات طويله مش بيجرى له اي حاجه، وبيخرج يتحط في الفرن كانه لسه معمول حالا. طيب شاطره، برافو عليك، ما شاء الله عليك. حلوه قوي طبعا الافكار دي، الحاجات اللي بتسهل. حضرتك كترينا من حاضر عينيا. الحاجات اللي بتسهل دي بتسرع في الاكل، دي مهمه جدا، لان كتير كتير مننا جدا خصوصا والاولاد وكده لما يجوا من المدرسه وبعدين او الجامعه او الشغل حتى بيبقى محتار ياكل ايه، وممكن ما يكونش مثلا ما لحقتيش تعملي اكل، فاسهل حاجه بتعمليها ايه؟ تقولي انا هشتري من بره اكل، صح؟ مش ده اللي بيحصل؟ لا، انت الاحسن لك بقى ان انت فعلا هتعملي اللي انت عملتيه ده، فكره جميله جدا، انت تجهزي الحاجه، وانا بقول حتى جهزي، حتى لو هتعملي صينيه مكرونه وصينيه جلاش الكلام ده كله بتعمليه وايه وتشيلي في الفريزر، تطلعي تدخلي في الفرن على طول، او زي ما انت عملتي كده هتطلعي وتحطي على الطاسه، ده بقى فكره حلوه جدا. ابدا اعمل بقى ايه الرز. اجيب حبه زيت. معانا نجلاء، انت بتنادي عليا ولا بتقولي حد؟ ماشي. معانا نجلاء، قلت بتنادي عليا وانا مطنشه صوت ايه بقى؟ معانا نجلاء، اهلا وسهلا. يا نجلاء ايه زعلتي ولا ايه؟ معلش. انا فاكراه بس بينادي عليا ومستنيه يقول لي عايز ايه؟ ماشي. كلميني تاني يا نجلاء. معانا احمد، اهلا وسهلا. يا احمد. ايوه. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. السلام عليكم يا سنيورة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ يا سنيورة. ربنا يخليك، ازاي حضرتك عامل ايه؟ الله يكرمك. الحمد لله. الحمد لله. ايه اخبار حضرتك؟ 100 100. منورانا. الله يكرمك يا رب. الله يكرمك يا رب، الله يكرمك يديك الصحة. الحمد لله. الحمد لله. ليك أي سؤال؟ يا ملكة الطبخ بتاع سي بي سي. ربنا يخلي حضرتك يا رب. سي بي سي ملكة الطبخ بتاعت الطفرة. ربنا يكرمك ويديك الصحة يا حبيبي، ربنا يكرمك، شكرا جدا ليك ولذوقك، وتحياتي لأهل اسكندرية كلهم. ادي كده ايه عملت البصله دي شويه بس الصفاره صغننه كده تطرى شويه، ماشي. وكمل هنا القرنبيط بتاعي عشان عايزه كميه قرنبيط محترمه، يعني حبه كده يغطي لي وش صينيه، ماشي. هو كده، واطلع برده اللي بيتحمر كده اهو،
تمام كده، اجنب واحط الباقي. حبة دي صغننين كده خالص. كده. خلاص اجي بقى هنا، انا حطيت ايه البصلايه وحبه ثوم، هجيب بقى الايه الكركم، معلقه كبيره من الكركم كده، احمرها مع البصله كده. معانا سهام، اهلا وسهلا. الو الو، ازيك يا سهام؟ ازيك يا شيف نجيب؟ الحمد لله. ازيك انت، عامله ايه؟ الحمد لله. انا والله بقالي سنه عايزه اكلمك. يا اهلا وسهلا بيك، نورتيني. اولا انا والله العظيم انا اتعلمت منك الممبار. ايوه جايلك ليل ونهار. ربنا يخليك يا حبيبتي. انا متجوزه بقالي 22 سنه ما شاء الله، الله اكبر. مره اعمل الممبار. ليه ده سهل، انت كنت مصعباه بس صح مش كده؟ ايه؟ كنت حاسه ان هو صعب جدا. لا انما كده خلاص بقى مفيش حاجه فيه. ده بصي مش مصدقيني ان انا عملت الممبار في البيت. طيب الحمد لله. وكمان عملت الطاجن المكرونه. برافو عليك. في الفرن اللي هو زي المحلات الجاهزه. ايوه الني، المكرونه النيه. ده طلع تحفه يا شيف نجلاء. طب الحمد لله. انت ربنا يديكي الصحه. ربنا يكرمك يا رب. طول العمر. الله يكرمك يا حبيبتي. يديكي اي حاجه وحشه. الله يكرمك يا رب. بس انا بقى نفسي اعمل حاجه. قولي حبيبتي انت عايزاه. انا عايزه اعمل الكيكه بس عايزه المقادير بتاعتنا احنا القديمه. طيب ماشي. الصينيه الكبيره. اللي هي عايزه بالشوكولاته برضو ولا ابيضه بس؟ لا انا عايزه اعملها ادخل فيها العسل الاسود عشان بنتي عندها انيميا. حاضر، عينينا عيني. حاضر. بس انا عايزه اللي هي المقادير الصينيه بتاعتنا، انت حضرتك بتعمليها يعني ايه المقادير الصغيره الصينيه الصغيره؟ انت عايزه الصينيه الكبيره. انا عايزه الصينيه بتاعتنا احنا بتاعت زمان. حاضر عيني، هعملها لك عملي كمان ان شاء الله. قريب جدا، الاسبوع الجاي ان شاء الله على خير. بص هو كده الرز خلص، هديله بقى الملح. طبعا الرز ده بتعملي الكميه اللي انت عايزاها. هديله الملح، وطبعا الرز دوت مثلا لو هتعملي 3 كوبايات رز عليهم 3 كوبايات ميه، ده المعيار المظبوط للرز المصري. وديها ميه كده. تمام. كده. ودلوقتي بقى انا هسيب الرز ده يستوي وهكمل تحمير القرنبيط وهسيبك في فاصل ونرجع نطبقهم مع بعض ان شاء الله. وفاصل ونواصل. على قد دلوقتي الرز استوى اهو ماشي، بعد ما رجعنا من الفاصل الرز استوى، قرنبيط متحمر ولحم مفروم. انا بس استوى اطبقهم قدامكم كده كده، مش هاخدوا معايا وقت. انا بس اخد ايه معلقه سمنه كده، بسم الله الرحمن الرحيم، واحطها هنا كده ماشي. سمنه بقى زبده، مهم تعملي طبقه ان انا لما اجي اقلب الصينيه دي ما تلزقش معايا. سوري انا مش هقلب بيها، انا بفرد بيها بس ماشي. اجيب بقى القرنبيط، لسه معايا الكمون، هرصه كده. بصوا بقى انا هعمل لكم النهارده سندوتشات كفته حلوه جدا ان شاء الله تعجبكم قوي. حاجه سهله كده وبسيطه، وكمان الكفته دي ضمن الكفته ان احنا ممكن بعد ما نصبحها نشيلها في الفريزر وتطلعيها على السوا على طول وهي متبله ومتصبعه زي ما هي.
هوريكي دلوقتي بس بسرعه كده. بص بقى اقلب القرنبيطه بخلي وشها لتحت والعنقود بتاعها لفوق كده. املى الصينيه بسرعه كده. معانا ايه؟ اهلا وسهلا. اهلا. ازيك يا ايه؟ ازيك يا كابتن نجلاء؟ عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. الحمد لله. ايه اخبارك؟ كويسه الحمد لله. انا بحبك قوي يا كابتن نجلاء. ربنا يخليك يا حبيبتي. ايه اخبارك؟ كويسه الحمد لله. انا جربت مربك اللي هي بالجزر طلعت جميله جدا. عملتيها بالبنجر ولا عملتيها جزر ساده؟ بالجزر وبالبنجر. طيب الحمد لله. وبعدين مفيده جدا، كل منها كتير، دي حلوه قوي ومفيده فيها حديد كتير. منها طلعت جميله جدا. طيب الحمد لله، شطوره. اشكرك يا طنط نجلاء. شكرا يا حياتي. مالكيش اي سؤال؟ شكرا ليكي جدا. بصوا كده اجيب بقى لحمه معصجه. انا كده قرنبيطه اهو، خليت كل وشه لتحت، اوزع لحمه مفرومه معصجه كده عليها. يعني لو عندك كيس كده طلعيه واعملي بيه. دي حوالي، انا معصجه حوالي ايه، ربع كيلو من اللحمه مع فلفل الوان بقى وفلفل اخضر. انت ظبطيها التعصيجه زي ما انت عايزه. اجيب بس ايه حاجه اسوي بيها كده، اي حاجه تسوي بيها. ماشي. بالراحه كده، ضغطه بسيطه. ادي كده القرنبيط مع اللحمه المفرومه. اديها بقى الرز الاصفر دوت. بسم الله الرحمن الرحيم. نجوى معانا، اهلا وسهلا. يا نجوى. ايوه. ازي حضرتك؟ ازيك يا مدام نجلاء؟ الحمد لله. ازيك انت، عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله والله، الحمد لله. انا عايزه بس اعرف المفتقه اللي اتعملت. مفيش التحويجه دي، مش لاقيها في اي حته. لا، في ناس قالوا العطارين ان هم عملوها. مش عارفه التحويجه دي، سالت في كل عطارين الجيزه. ازاي ما عندوش تحويجه المفتقه؟ لا طبعا. ازاي بقى كده؟ يعني شوفي عطار يكون عطار بلدي، عارفه عطارين البلدي مش العطارين الكبار، العطارين البساط دول. لا ازاي، دي موجوده في كل حته. اي عطار قولوا عايز تحويجه مفتقه هيديها لك على طول. لا بصي حضرتك، هم ادوني حاجات تحويجتها عباره عن حاجات كده وحاجات صحيحه وحاجات ناعمه. مش عارفه. لا مفيش القرطاس اللي على بعضه ده، هو بيديك العطار اللي هو بقى بيعرف الكلام ده، بيديك قرطاس واحد هو مسمينه قرطاس المفتقه. يعني حتى لو في كيس، مش لازم قرطاس يبقى ورق، في كل التحويجه على بعضها. بتقولوا عايز اعمل مثلا 2 كيلو عسل، كيلو عسل، 3 كيلو عسل، هو بيديك الحبه دي على قدها. فاهمه ازاي؟ حتى طب لو هو اداكي حاجات منوعه، قولي طب انا عايز اعمل دش 2، قولي له اشرحي له، هو هيقول لك حطي من ده ايه ومن ده ايه لو عنده منفصل يعني. ماشي؟ ان شاء الله على خير. اجي بقى هنا كده، انا هعمل ايه الخلطه بتاعتنا دي. هنعمل دلوقتي سندوتشات الكفته. هنعمل كفته ونحطها على اسياخ الخشب ونعمل سندوتشات. عندنا لحمه مفرومه، عصير طماطم، بصل، بضايه، معلقتين بقسماط ناعم، بهارات، زعتر لو انت عايزه، وعندي بقدونس وسلطه طحينه وعيش. ماشي. هاجي بقى هنا اعمل ايه بقى، انا عايزه بول اكبر من كده عشان اقلب اللحمه المفرومه حلو فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. بص اجيبي حوالي مثلا الكميه اللي انت عايزاها، يعني بس هقول نص كيلو مثلا. ماشي. لحمه مفرومه عليه بصلايه كبيره، عليه ملح وفلفل، تمليحه الكفته المظبوطه بقى. يعني مثلا الكيلو ده بياخد حوالي ايه، معلقه مليانه صغننه او معلقه ونص، ونص فلفل اسود. الكفته دي محتاجه البهارات، يعني عارفه دايما بتوع الكفته والكناب والحاجات دي يعني بيهتموا بالبهارات جدا. معلقه بهارات صغيره، ويحط بقى ايه مثلا لو عايز يحط زعتر، اللي عايز يحط نعناع، اللي عايز يحط ابتكاسه تبقى بتاعته هو، كل واحد بيعمل كده. ماشي. انا كده حطيت البصلايه وحطيت الملح وفلفل وبهارات. بهارات دي بقى ايه
دي بيسموها السبع بهارات اللي فيها الجنزبيل وفيها القرفه وفيها جوز الطيب وفيها كل حاجه. ادي بقسماط ناعم، ثلاث معالق بقسماط ناعم كبار، وبيضايع عشان تعجن بقى كل الكلام ده. معايا رشا، اهلا وسهلا يا رشا. الو الو، ازيك يا رشا؟ ازيك يا مدام نجماء، عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك انت، عامله ايه؟ الحمد لله. ازاي صحتك؟ الحمد لله يا حبيبتي، ربنا يخليك. انت عامله ايه؟ احنا سعداء والله باللي حضرتك بتعمليه كله. ربنا يخليك، انا سعيده بيكوا اكتر والله. ربنا يبارك لك صحتك وولادك يا رب. الله يكرمك يا رب، الله يكرمك. انت ايه اخبارك؟ الحمد لله، بجرب كل حاجه بتعمليها بتطلع جميله جدا بصراحه. يا رب دايما. طب الحمد لله، تسلم ايديك، برافو عليكي. لسه عيد ميلاد الاولاد كمان يومين، فهعمل لهم اللي هي كيكه الشطرنج والتورته اللي كنت عاملاها الانيه. ايوه سهله جدا وبسيطه، ومش عايزه كيكه اسفنجيه، جربيها ان شاء الله تنجح معاكي جدا ان شاء الله. ان شاء الله. بس انا ليا سؤالين عند حضرتك. قولي يا حبيبتي. انا عايزه اعرف الاول، المحل اللي بيجيب منه اللبس بتاعك حضرتك جميل جدا. ايوه ربنا يخليكي ما شاء الله عليكي، خليكي كده وانت منوره من غير حاجه، مش زي القمر صراحه. الله يكرمك يا رب، الله يكرمك. الحاجه الثانيه، في مغارف سيليكون جبتها مش عارفه استخدمها ازاي، تحس ان هي مش ماسكه كده نفسها لما باجي استعملها. ليه؟ اخرج بيها. فعايزه برضو حضرتك تقول لنا على الاوان، وحضرتك بتشتغل يعني ايه، يعني فهمينا برضو. حاضر. ايه اللي ممكن نشتريه عشان انا عندي بنتي عروسه عايزه اجهزها؟ ايوه ان شاء الله، الف مبروك يا حبيبتي، ربنا يكملها على خير. الله يخليك. وعايزه برضو حاجات في الاواني، ممكن تقول لنا ايه اللي ممكن نجيبه، ايه اللي البنت بتحتاجه، في حاجات ممكن احنا ما بناخدش بالنا منها، حضرتك تكون عندك فكره احسن من انك تقول لنا عليها. بس بصي ما تكترلهاش حاجات كتير. يعني انت وانت بتجهزيها ما تجيبيش حاجات كتير، يعني انت ممكن تجيبي مقله ودل. فاهمه ازاي؟ بلاقي في حاجات سيليكون طالعه جديده. دي مش على ايامنا كنا بنستخدمها فمعرفش. لا حاضر. عايزه حضرتك تدينا فكره. عينيا حاضر. برضه يعني معلش، يعني كل محل بتاع اواني او ادوات منزليه يكون كويس، نعرف برضه نجيب منه حاجات. حاضر عينيا. وموضوع اللبس برضه. حاضر. معلش. لا يا حبيبتي ولا يهمك، ربنا يخليكي. حاضر. بصوا بقى كده، ادي كده ايه، لحمه مفرومه عليها بصلايه، عليها بضايه، عليها ثلاث معالق من البقسماط الناعم، وعليها بهارات وملح وفلفل، بس كده خلاص، دي كده الكفته اهي. اجيب بقى كده، بصوا اهي كده، بصوا انا عايزه اوريكم كده اهو، ثواني اهي كده، حته اعملها في ايديا، اعجنها كده في ايدي تاني، وبعدين اجي على السيخ واحط عليه كده، ده الخل الخشب بقى في اي حته. لغايه المرحله دي انت ممكن تعملي كده، وتروحي حطاهم على طبق فويل وفي الفريزر، طلعيهم من الفريزر على الفرن على طول. دي حاجه سهله جدا، ان انا النهارده بس هعمل نص كيلو، لا هاتي كيلو ونص، هاتي 2 كيلو، واعمليهم اطباق، يقعد مثلا معاكي الشهر، هتعملي كل مره في الاسبوع كفته، هيبقى مقضيكي 4 مرات. حلوه جدا جدا. بصي بقى الطريقه دي كده، ماشي، حطها كده، ماشي، بص كده تاني. انا عايزه اوريك انا هعمل ايه بالظبط، وعصير الطماطم ده هعمل بيه ايه، بس انا بوريكي لغايه المرحله دي، وهتحطي على الاسياخ وفي طبق فويل، وتروحي حطاهم في الفريزر، مكيساهم كده في الفريزر، بتبقى لطيفه وسهله جدا جدا. زي البانيه برضو، ما تيجي تحمري بانيه، النهارده مثلا هعمل بانيه محمر اللي بنعمله العادي ده، بدل ما تجيبي نص كيلو عشان يقضيكي مره، هاتي 2 كيلو واعمليهم على 4 مرات في اطباق، هتلاقي كده الموضوع موفر معاكي في الوقت وفي الفلوس كمان، مش كل شويه هفكر انا عايزه اعمل اكل ايه، الحاجات دي تبقى سهله جدا. طب ثواني بص، هتعملي كل الكميه كده، ماشي، ثواني هكمل بقى في الفاصل براحتي، بس عايزه اوريكي خطوه الطماطم دي. بص كده اهو، ماشي، حبلي ايديكي بالطماطم بس، بلي كده، بصوا كده كده، نروح حطها اهي كده، بصوا بلي في ايديك كده بس، الطماطم دي بتخلي ريحتها حلوه، بتديها طراوه جدا، بلي كده بس اهو كده، بل ايديكي، وهتمشي على كل صباع كده. انا ما رضيتش اعمله في اول واحد، اخلصهم كلهم وبعدين اعمل الحكايه دي، عشان لو كل واحد اعمله وبعدين اخد في ايديا واحط هنا، هتلاقي اللحمه كلها بقت كلها طماطم، لا انا عايزه بره بس، فتصبعي كله وبعدين تمري عليهم كلهم بالطماطم اللي هي على الوش بس، وتدخليهم الفرن. ماشي، انا بقى هكمل دول وهسيبك في فاصل على ما ترجعي لي كون خلصتهم. فاصل ونواصل. على قد
ورجعنا من الفاصل، ودلوقتي هنعمل مع بعض عيش بالسمنه والقشطه كمان، يعني عيش كده هتحسي ان هو يتاكل حاف شبه الفطير، بس فطير بقى سهل قوي قوي، السمنه جواها والقشطه وكل حاجه. فاحنا عندنا هنا ايه مقاديرنا؟ دقيق، قشطه، سمنه اميره، لبن بودره، وسكر، ورشه ملح. مفيش خميره، مفيش بيكنج باودر، مفيش اي حاجه. بنعمل ايه؟ بص، بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب هنا دقيق، 4 كوبايات دقيق، بسم الله الرحمن الرحيم، 4 كوبايات دقيق، عليهم معلقه سكر كبيره، عليهم معلقتين كبار لبن بودره، اقلبهم مع بعض، واجيب لهم كمان رشه الملح. ماشي، اقلب بقى كل النواشف دي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي هي ايه؟ 4 كوبايات من الدقيق، معلقتين كبار لبن بودره، ملعقه كبيره سكر، ورشه ملح. هاخد بقى السمنه، هناخد نص كوبايه سمنه اميره ونسيحها، نص كوبايه سمنه اميره، نص الكوبايه دول يعني 3 معالق كبار، بس طبعا انت بالنسبه لك نص الكوبايه اسهل. ليه بقى؟ لان المعلقه تفرق من عندي مليتها عن عندك كده، يعني بتفرق كتير، فالاحسن نص كوبايه، ده ايه اسهل طريقه ان شاء الله. سيحهم كده على النار. معانا سماح، يا سماح، ام سماح. ايوه، ازيك؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ انت كويسه؟ الحمد لله. يا اخبارك؟ انا بقالي كام يوم ما كلمتكيش، معلش. نوريني يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ الله يكرمك يا رب. انا بتصل عشان عيد ميلاد بنت ابني. ايوه، النهارده. كل سنه وهي طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي، الله يكرمك يا رب. بس عايزاكي تعملي لنا، يعني تعدي لي التورتايه بتاعت امبارح الشطرنج. انت شفتيها؟ شفتي طريقتها؟ بس ايه؟ شفتي طريقتها؟ طيب. أيوة، عملت 2. ايوه، عايزه المكونات بتاعتها، المقادير. حاضر، هقول لك المقادير، وهي عملتها بطريقه سهله قوي، وان شاء الله تطلع معاكي خفيفه وحلوه. النهارده عيد ميلاد سهى سامح. كل سنه وهي طيبه وانت طيبه يا رب ان شاء الله. وهي بتموت فيكي وفي الاغنيه بتاعتك. ربنا يخليها لك يا رب. وحاضر، هنزل لك المقادير واقول لك الطريقه تاني. ماشي يا حبيبتي، شكرا ليكي جدا، وكل سنه وانتم طيبين. بص بقى كده، اجيب السمنه، نص كوبايه سمنه اميره، ومعانا قشطه برضو حوالي نص كوبايه. القشطه دي بقى ايه؟ يعني دي قشطه علب. انت عندك قشطه بلدي او قشطه اللي على وش اللبن، دربيها بس كده، خليها تبقى خفيفه شويه، ما تخليهاش تبقى سميكه كده. اجيب القشطه حوالي نص كوبايه او اكتر شويه، يعني مش هيفرق قوي. اقول لك ليه مش هيفرق قوي؟ ان انا هزود ميه للعجن، ميه العجن عندي هنا مش بمقدار، حسب ما تتكون معايا عجينه. وادي نص كوبايه السمنه عليها. ماشي، تمام. اجيب بقى ايه؟ ميه العجن كده جنبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعجن الاول ال4 كوبايات دقيق، معاهم معلقتين كبار لبن بودره، معاهم معلقه سكر كبيره، معاهم رشه ملح. قلبتهم مع بعض، 4 كوبايات دقيق، معلقتين كبار لبن بودره، معلقه كبيره سكر، ورشه ملح. قلبتهم مع بعض، حطيت عليهم نص كوبايه سمنة أميرة، نص كوباية سمنة سايحة، سمنة أميرة، وحطيت عليهم حوالي نص كوباية من القشطة. تكون أنت عاملة لها إيه؟ يعني مسيحاها شوية، مخلياها مش سميكة، لأن أنت لما تجيبي قشطة من عند اللبان بتبقى قطعة عاملة زي قطعة الجبنة كده، لما تيجي تحطيها هنا هتبقى مفتفتة. لا، لازم تدوبيها الأول. لو القشطة معاكي ممكن تحطيها في الخلاط ومعاها حبة لبن، دوبيها فيهم. قشطة من على وش اللبن دي معاكي على طول، هتروح إيه سايحة في حبة المعلقة كده، هتسيح معاكي على طول. ماشي؟
حطيتها كده، ابدا بقى اديها ايه ميه شويه شويه. مديني عجينه، العجينه دي الاربع كوبايات الدقيق اللي معاهم نص كوبايه السمنه ومعاهم حوالي نص كوبايه قشطه او اكتر هيديكي عيش. العيش ده بيتاكل، ممكن يكون حاف، ممكن تاكليه بجبنه، ممكن تاكليه بعسل، حاجه تتاكل كده شبه الفطيره بس يعني طعمها هتحس ان هو طعمها بس طعم مش الرقاق بتاعتها بس، غنيه بالسمنه والقشطه، بتبقى طعمها حلو جدا. معانا فريده، اهلا وسهلا فريده. يا فريده السلام عليكم. وعليكم السلام. أيوة. ورحمه الله وبركاته، ازيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، سامعاكي. ازيك يا نجلاء؟ الحمد لله، ازيك انت عامله ايه؟ انا الحاجه فريده بكلمك من اسكندريه. يا اهلا وسهلا بيكي، ازي صحتك؟ الله يخليك يا حبيبتي، الله يخليك. الله يكرمك. شكرا يا رب على الحاجات الجميله الحلوه اللي انت بتعمليها الحلوه زيك دي. ربنا يخليك يا حبيبتي، ربنا يكرمك يا رب. انت عامله ايه؟ الله يخليك يا حبيبتي، الله يخليك. ومش عارفه اقول لك ايه، انت علمتي البنات الصغيرين والكبار الحمد لله ان شاء الله دايما علمتيهم الطبخ بطريقه بسيطه وسهله وجميله. الحمد لله، الحمد لله يا حبيبتي. انت الله يخليك إيه؟ يا حبيبتي، الله يكرمك. متشكره ازيك قوي والله. الله يخليك، منوره الشاشه على طول يا نجلاء. الله يكرمك يا رب، الله يكرمك. ممكن اطلب طلب يا نجلاء؟ اه طبعا طبعا، اتفضلي. إيه عايزه ابعت اهداء لبنتي. ايوه. إيه بسمه، بقول لها كل سنه وانتي طيبه، وانتي طيبه يا بسمه. أيوة. وعقبال 100 سنه، وبعت لها الاهداء ده من بابا كمان ومن وائل ومن محمد ومن نرمين. كل سنه وهي طيبه وانت طيبه حبيبتي، يا رب ان شاء الله كلكم طيبين يا رب، ان شاء الله يكون كده سنه سعيده يا رب عليكم وعلينا جميعا يا رب. اهو بصوا كده نعجن فيها كده اهو، ننعمها، وبعدين نعمل ايه برضو العيش اللي هو بالسمنه ده، او زي ما بتقولي كده يعني اللي هيبقى شبه الفطيره ده، حلو قوي قوي انك تعمليه برضو بدقيق العيش. انا بصراحه عايزاكم تجيبوا، لما حد يلاقي دقيق العيش ده يجيب منه مثلا، هتعملي بتحبي زي حالاتنا كده، هاتي بال 10 كيلو وخليهم 5 كيلو دلوقتي. طبعا في الشتاء، اقول لك في الصيف ما تجيبيش كتير قوي، ممكن بيسوس بسهوله، انما دلوقتي في الشتاء لا، ممكن يقعدوا معاكي فتره طويله، ان نادر لما بنلاقي الدقيق بتاع العيش ده، صعب بنلاقيه، مش سهل ان هو يفرد معاكي. كل الدقيق الموجود دلوقتي عاملينه حاجه فخره جدا عشان الحلويات والكلام ده، انما بيعكسنا احنا بقى في الايه، في المعجنات والعيش، في بتبقى صعبه معانا شويه. فاللي يلاقي بقى عيش الدقيق العيش ده يتمسك بيه ويجيب منه كميه ويخليها. اهو بصوا كده نعملها كور، ماشي كده، ونجيب بقى نحط طاسه على النار، طاسه العيش بتاعتنا، بتهيألي بقى كلكم اشتريتوها ولا لسه، عشان دي حاجه مهمه جدا. بنعمل عليها كل انواع العيش، كل انواع الفطير، الرقاق، فنحاول نجيبها وهي مش غاليه قوي، يعتبر ثمن اي طاسه يعني، او اعلى منه شويه، اعلى من الطاسات العاديه شويه صغيرين، بس مهمه، لان بص سمكها يبقى قد ايه، ليها سمك كده بيحافظ ان الطاسه نفسها ليها سمك، غير الطاسه العاديه اللي احنا بنشتغل فيها مثلا البيض او الحاجات التانيه دي، بتبقى ليها سمك من فوق، ومن القعريه بتاعتها من تحت بتلاقيها رفيعه جدا، فبتبقى تنفعش العيش قوي، انما دي لا، بيبقى كلها حته واحده. بص كده نكورها كده ماشي، وتريح، نسيبها ايه تريح شويه اهو كده، تمام اهي كده، حسب ما انت عايزه الكره قد ايه. انا هوريكي دلوقتي المرتاحه وبرده فرداها عشان ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده انا فرداها عشان الوقت، بنعملها كور كده اهي زي كده، وبنسيبها ترتاح. بصوا بتنعم وبتبقى جامده جدا بالطريقه دي كده، اوكي، ونفردها زي العيش بالظبط. معانا سلمى، اهلا وسهلا. الو الو، ازيك يا سلمى؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله، ايه اخبارك؟ انا حضرتك احنا بنحبك هنا جدا. يا رب دايما يا حبيبتي. اخبارك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. انا بدات اخش المطبخ بعد ما قعدت اتفرج على حضرتك. هو انت عندك كام سنه يا سلمى؟ 15. طب ما شاء الله كبيره يا سلمى. بداتي تطبخي يعني بقى ولا ايه؟ اه طبعا. يعني ريحتي الماما شويه؟ اه. طيب شطوره. انا عايزاكي بقى المره الجايه تقولي كل حاجه، يعني انت تعملي كله كله ان شاء الله. ماشي ان شاء الله على خير.
ليكي سؤال؟ الكيكه بتاعت الشطرنج دي كانت تحفه. عملتيها ولا لسه؟ يعني لسه. لا اكتبيها بقى، كتبتيها؟ احنا هننزلها تاني النهارده واعمليها، هي جميله جدا وخفيفه وتنفع لاي عيد ميلاد. خلاص ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي ان شاء الله. اهو بصوا كده، انا بقى تسخن بس دي، ابدا بقى اللي احنا فردينه ده كده احطه هنا من غير اي حاجه. حابه تبقى دسمه اكتر وعايز تضيف لها معلقه سمنه هنا، مش معلقه، مسحه سمنه حط لها، بس هي فيها كفايه، هي فيها سمنتها وفيها قشطه وغنيه، هو عيش غني. بصوا كيكه الشطرنج اهي، المقادير يا ريت تسجليهم، واحنا عملناها دي بقى مش كيكه اسفنجيه وهتغلبك، وهنعوز نعمل بياض لوحده والصفار لوحده ونقعد بقى ايه كتير وخايفين قوي عليها. لا دي كيكه عاديه خالص بالزبده وبتطلع طريه وحلوه جدا. قلب، ممكن نجيب طاسه كمان نحطها على النار دي. بتحطي ايه بقى؟ بتحطي الدقيق مع البيكنج باودر مع رشه الملح في طبق، وبقيه المقادير كلهم في الخلاط. بتجيبي الجيده وتروحي منزله عليه بعد ما ضربتي كله في الخلاط، هتنزلي على اللي في الطبق وتسيبي حبه صغيرين في شفشق الخلاط، تروحي حاطه عليه ايه كاكاو، يعني هتسيبي قد نص كوبايه كده من باقي اللي في الخلاط، هتعملي نص كوبايه الكاكاو وتضربيهم تاني. هتجيبي صينيتين، هتحطي نص ثلاث يعني قولي نص وزياده شويه اللي في الطبق، اللي حطيه اللي في الخلاط كله على في الطبق على الدقيق يعني، حطيه في صينيه، واللي في الخلاط تحطيه على باقي الكميه وحطيه في صينيه ثانيه. بقى عندك اثنين، صينيه بكاكاو وصينيه ايه بيضه، وتقسميهم بقى زي ما قسمناهم وتذوقيهم الذوق اللي انت عايزاه، وحطيهم في الفرن الاثنين مع بعض، والصينيتين يكونوا مقاس واحد. ماشي. بصوا بقى العيش بتاعنا دوت، او الفطير بمعنى اصح، ريحته فطير جدا. بصوا، ولا في خميره ولا بيكنج باودر ولا حاجه. ايه المعوجه دي؟ واحد كان بيفرد معايا هنا، ماشي. عمل لي واحده معوجه، كتر خيره طبعا. هي لسه عشان ما سخنتش شويه. بتقول معوجه حسن، ماشي برضه لازم اقول. الفطير ده متكون من ايه؟ هقوله تاني، حطينا 4 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقتين معلقتين كبار لبن بودره اللي هو الكيس الصغنن دوت، وعليهم معلقه كبيره من السكر، وعليهم رشه الملح، مفيش خميره، مفيش بيكنج بودر، مفيش حاجه. ماشي؟ 4 كوبايات دقيق، معلقتين كبار لبن بودره، معلقه كبيره سكر، رشه ملح، قلبتهم كلهم مع بعض، نزلت عليهم نص كوبايه سمنه سايحه، ونزلت عليهم نص كوبايه قشطه برده اللي هي مضروبه، وبعدين زودت الميه لغايه ما ايه عملت معايا عجينه زي اللي انت شايفاها دي، طريه وحلوه. سبناها تريح، وبعدين قسمناها كده وسبناها تريح وفردناها وسويناها على الطاسه على طول. ماشي اهي كده بفطيرة حسن دي. ماشي، هي حرب يساعدني تاني. انا عايزه اوريكم ديت بس كده دلوقتي، القرنبيط اللي انا عملتها في الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم، بس ابتدت تاخد راحتها اهي، ده سخنه وجميله ان شاء الله على خير، جامده جدا. الطبق ده طبق كامل من كله، مش محتاجه تعملي جنبيه حاجه، في القرنبيط وفي الرز اللي بالكركم وفي اللحمه المفرومه. معانا ام احمد، اهلا وسهلا يا ام احمد. ام احمد طيب، ريماس كلمنا تاني. ام احمد ريماس معانا. الو الو، ازيك؟ ازيك يا فندم؟ عامله ايه؟ الحمد لله، انا بحب حضرتك قوي. ربنا يخليك. ايه اخبارك؟ الحمد لله كويس. الحمد لله. ليكي عايزه اطلب من حضرتك طلبين. اتفضلي. اول حاجه، لما ماما بتيجي تعمل المحشي هو بيستوي من النص، بيستوي من الحروف بس من النص ما بقاش مستوي. بتعمل حله كبيره؟ لا، هو ساعات حله صغيره وساعات حله كبيره. لا، اصل لو حله كبيره هو اللي بيحصل فيه الموضوع ده، لو حله صغيره لا بتبقى محكومه على النار بتاعتها، انت فاهمه ازاي؟ ايوه. انما لو حله كبيره النار بتبقى في النص وبره مفيش نار. صح كده؟ ايوه. فده اللي بيضايق، انما لا يعني حاولي ماما لو هتعمل كميه كبيره تعمل حله صغيره. طيب. تعمل كذا حله صغيره يطلع معاك ان شاء الله مظبوطه جدا. طيب. ماشي، ليكي سؤال تاني؟ ايوه، كنت عايزه حضرتك بس تنزليه على الشاشه صوابع زينه. حاضر. حاضر يا حبيبتي، عيني، شكرا ليكي جدا.
هو احنا دايما لما بكون عندنا عزومه وعندنا حاجه لما نيجي نعمل عايزين نعمل بقى كميات كبيره، فانا لازم اقول حله واحده، سواء محشي سواء مقلوبه سواء اي حاجه، بنعمل حاجه كبيره قوي او رز، حتى لو هتعملي رز بس ونعمل حله كبيره قوي. لا ما تعمليش حله كبيره مهما ناكل العدد اللي عندك، اعملي حله صغننه لقد العين، ما يبقاش العين صغننه كده والحله عليها قد كده، لازم حبوزه لان النار اللي بتوصل لوسط الحله غير الاخرها. فتملي عندك عزومه، عندك وليمه، عندك فرح، اعملي حلل صغيره قد العين، لو عندك عين كبيره اوكي ده ماشي، انما ما عندكيش وكل البوتاجازات ما فيهاش العيون الكبيره بتاعت الافران دي، لا احنا كل العيون اللي عندنا مهما كبر البوتاجاز هي واحده. فانت تعملي ايه؟ بدل ما تعملي حله اعملي ثلاثه اربعه. ده احسن لك واوفر لك بدل ما ترمي، انت تقول اوفر نعمل حله واحده واوفر، لا الاوفر انك تعملي الحاجه المظبوطه تطلع سليمه. فحتى لو هتعملي رز ابيض رز بالشعريه حلل صغيره، حلل المعقوله الوسط دي. بس ما شاء الله بتنفخ اهي مع ان ما فيهاش لا خميره ولا غيره، بس انا مريحاها كده مرتاحه وهي مفروده بتعمل معاكي بقى ايه، بتنفخ معاكي حلو. ماشي كده. ودايما لما بنيجي نعمل الحاجات دي بنعمل عيش، بنعمل فطير، بنعمل كحك، ونعمل حاجه صغنونه للاطفال مخصوصه مبسوطين منها قوي. يعني دايما لما فاضل حته عجينه كده ولا حاجه فالواحد بيعملها ان اول دي للطفل اللي موجود في البيت، بيحس بخصوصيه جامده جدا وفرحان جدا بيها. انا دايما بعمل كده برضه، يعني بص دي كده، وطبعا بقولش بقى بنتي، بقول بنتي بعمل حاجه صغنونه بقى ايه لليندا، اعمل لها فطيره صغننه، لو بعمل عيش يبقى عيش صغنون كده، بينبسطوا جدا بيه بقى، بيحسوا بالخصوصيه ان ليهم حاجه مميزه ليهم هم شخصيا لوحدهم كده، مع انها في الاخر ايه بواقي العجين يعني، بس المجامله حلوه يعني الكلمه الطيبه صدقه. طبعا لما راح بنتي هتاكلني تقول لي ما انا. الحاجة عيشة اهلا وسهلا. اهلا بيك، ازيك يا ست نجلاء؟ ازاي صحتك عامله ايه؟ يسلمك. ساعة وانا ساعتين وانا عماله اتصل مش عارفه اوصل لك. نورتيني نورتيني. يا رب يخليكي. الله يكرمك. الله عليك، انت ممتازه ممتازه صراحه. ربنا يخليكي يا رب. وبقول ان انت احسن من اي شيف بيعيد الطريقه مره واثنين وعشرة صراحه. ربنا يديك الصحه يا حبيبتي يا رب. يا ربنا يديك الصحه. تسلمي وخليتيني كل حاجه اللي بتعمليها بعملها بصراحه. الله يكرمك يا رب، الله يخليكي. تسلمي. والله طالبه منك طلب يا ست نجلاء. اموري يا حبيبتي. ما يؤمر عليكي حاجه بالظالم. انا عايزه اهدي لبنت ابني النهارده عيد ميلادها. كل سنه وهي طيبه وانت طيبه. يا هنا كل سنه وانت طيبه، هنا تامر سيد بهاء. كل سنه وهي طيبه وانت طيبه يا رب. طيبه يا حبيبتي. وشهد تامر سيد بهاء وانس حاتم سماحه واياد حاتم سماحه، وربنا يحفظهم وكل اللي زيهم يا رب. يا رب هم واللي زيهم يا رب حبيبتي، ويخليكي ليهم يا رب. بصوا كده العيش بتاعنا خلص اهو، خلاص شفتوا بقى خبزنا بقى كل ده عشان احنا ساعدنا نفسنا. وادي الزغنونه بتاعت ليندا دي، بس ايه حد حط عينه فيها بتحروق. يلا اسيبكم فاصل دلوقتي ونرجع على طول ان شاء الله، فاصل ونواصل. على قد الايد على قد الايد. ورجعنا من الفاصل، خبزنا خلاص، خلصنا الخبز بتاعنا اهو كده بالطريقه دي كده.
طبخنا وخبزنا النهارده، فاضل الغسيل، نغسل بقى. لا هنعمل حلو مع بعض دلوقتي، هنعمل كب كيك الجزر. ده حاجه مغذيه جدا للاطفال ولذيذه جدا، يعني عايزاكم تكتروا منها قوي قوي قوي، يعني بدل ما تعملي كيكه عاديه لا اعمليها بالجزر، دي حاجات مفيده وزبادي وحاجات كلها حاجات حلوه جدا، الاطفال او الكبار والله ياخدوا لهم واحده منها مع كوبايه شاي، وجبه صراحه يعني. فاحنا عندنا هنا اقول لك المقادير بالراحه واحده واحده، كوبايتين من الدقيق، كوبايه وربع من السكر، كوبايه من الجزر المبشور، كوبايه الا ربع من الزيت، اتنين بيضه، نص كوبايه زبادي، نص كوبايه زبادي اللي هي معايره بيها الدقيق والسكر، باكو بيكنج باودر، فانيليا وقرفه ماشي، ورشه الملح طبعا. نيجي هنا نجيب الخلاط بتاعنا، انا بديكي اسهل طرق للحاجه وتعمليها سريعه وسهله ان شاء الله. لازم شكرا، ما جاليش دقيق من العجين يجيلي من الكيكه، مفيش فايده. ناخد الدقيق عليه باكو بيكنج باودر، كوبايتين دقيق باكو بيكنج باودر، ناخد عليهم الجزر، بس الاول ايه نحطها رشه ملح ونقلب بيكنج باودر ورشه الملح، كوبايتين الدقيق نقلبهم مع بعض، نقلب دول كده، بصوا بقى بنحط هنا ايه كوبايه الجزر المبشور على الدقيق زي ما اتفقنا، اي حاجه بنضيفها للدقيق للكيكه نضيفها مع الدقيق، يعني زبيب هنضيفه مع الدقيق، اي حاجات تحس ان هي ليها سمك كده كبيره، ان كان لسه واحد بيشتكي لي بيقول لي مراتي كل ما تعمل كيكه بالزبيب الاقي الزبيب لوحده على جنب كده، هي بتضيف الزبيب فوق بعد ما تخلص العجين خالص، بتضيف الزبيب وتقلبه، لا ما تعملش كده، الزبيب بنضيفه على الدقيق ونوزعه كده، ده اللي بيخليه ينتشر في كل كيكه بايه بمقاس واحد ماشي. ادي كده قلبها كده كويس قوي، كوبايه الجزر مع كوبايتين الدقيق مع باكو بيكنج باودر ورشه الملح، اجيب الخلاط هحط فيه ايه، كوباية وربع من السكر، كوباية وربع من الزيت، كوباية وربع من السكر، كوباية وربع من الزيت، نص كوباية زبادي ماشي، اتنين بيضة، انا هنا اللبن يعوزه يا معزوش حسب قوام الكيكه عندي، هحط معلقه صغيره قرفه، ده اختياري ممكن ما تحطيش قرفه بس انا بحاول ازود القيمه الغذائيه للاطفال جدا، فانيليا اتنين باكو فانيليا ماشي، يبقى حطينا هنا ايه، حطينا كوبايه وربع من السكر، كوبايه وربع من الزيت، اتنين بيضه، معلقه قرفه ومعلقه فانيليا، مش حابه القرفه مش لازم بس هي مفيده جدا جدا جدا، مفيده للانيميا قوي. بسم الله الرحمن الرحيم، هنا بقى اللبن يعوزه ومعزوز ماشي، عايزه صينيه الكب كيك كده، خلي كله يختلط حلو، بسم الله الرحمن الرحيم، دلوقتي هنجيب اللي في الخلاط نحطه على اللي في الطبق، ايه هو اللي في الخلاط ايه هو اللي في الطبق، اقول تاني، اللي في الطبق هنا في كوبايتين دقيق عليهم باكو بيكنج باودر عليهم رشه ملح، قلبتهم مع بعض، ضفت لهم كوبايه جزر مبشور ورحت مقلباهم، يبقى في هنا كوبايتين الدقيق
عليهم باكل بيكنج باودر، عليهم رشة الملح، اتقلبوا مع بعض، ضفت لهم كوباية جزر مبشور وقلبتهم. هنا في الخلاط فيه ايه؟ اللي انا هحطه اللي في الطبق اللي في الخلاط فيه كوباية ونص من السكر او كوباية وربع من السكر، كوباية الا ربع من الزيت، كوباية وربع سكر، كوباية الا ربع زيت، اتنين بيضة، فانيليا، معلقة صغيرة فانيليا، معلقة صغيرة قرفة، نص كوباية زبادي. وقلنا نص كوباية زبادي ده مش نص كوباية بنشتريها من بره، لا، معيار الكوباية الدقيق، حطي فيها عايري فيها الزبادي، تملي بنقول وصفة الزبادي بنعاير بالكوباية اللي بنعاير بيها الدقيق والسكر، خلاص؟ يبقى في الخلاط هنا في كوباية وربع من السكر، كوباية وربع من الزيت، اتنين بيضة، معلقة صغيرة فانيليا، معلقة صغيرة قرفة، نص كوباية زبادي، وضربتهم كلهم مع بعض. أبدأ أضيفهم للي في الطبق، أقلبهم بقى مع بعض كويس. تمام، أقلب بقى كله مع بعضه وأحطه إيه في الكب كيك أو في صينية عادية زي ما أنت عايزة. ما عندكيش لسه ما جبتيش الكب كيك، اعمليها في صينيه، اي وصفه لصينيه الكب كيك، وما عندكيش الصينيه حطي في صينيه عاديه جدا. عايز اقول لك صينيه الكب كيك رخيصه جدا جدا، ارخص من اي صينيه، والورق بتاعها برده رخيص، بيقعد عندك فتره طويله جدا كده. هي كده مش محتاجه لبن، لو انت لاحظت ان هي تقيله وعايز شويه لبن ممكن تضيفي لها، بس هي كده مظبوطه جدا ان شاء الله، عشان فيها زبادي وفيها بيض وفيها زيت، كل دي مواد سايله كده. ابدا بقى ايه، جيب معلقتين ونملى ورق الكب كيك كده بالجزر، بصوا جميله جدا الجزر اللي فيها ده. بسم الله الرحمن الرحيم، وندخلها الفرن على 180 درجة، ده ما بتقعدش من 10 دقايق لربع ساعة بالكتير، سريعة جدا في شغلها لأن هي صغننة والحرارة محوطاها بكل حتة، إنما لو في صينية بتاخد فترة أطول، ممكن تاخد نص ساعة لو حطيتيها في صينية، ممكن تاخد نص ساعة. كده المعلقة ونزق المعلقة التانية وادخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة بس كده. طبعا الكمية دي ممكن تعمل 3 صواني قد دول، او الصينية الكبيرة اللي منها، في منها صينية كبيرة اللي فيها 6 و6 و6 دي حلوة جدا. ماشي كده، طبعا اي حاجة بتيجي على الحرف امسحيها على طول، ما تسيبهاش تخش بيها الفرن لان هي ايه بتتحرق في الفرن وتوسخ الصينية معاكي جامد. طيب انا دلوقتي هنضف الصينيه وادخلها الفرن واسيبكم في فاصل صغير، نرجع على طول ان شاء الله وفاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل، وادي الكيكه اللي مسوينها طبعا قبل الحلقه، كانت تانية لسه في الفرن،
تقعد لها زي ما اتفقنا الكب كيك ده بياخد له قد ايه؟ ربع ساعة، من 10 دقايق لربع ساعة، تخلي بالك منه جدا جدا. وبعدين هتعملي ايه؟ بس امسح ايدي ثواني كده، يطلع من الفرن بنزوقه ايه، حط له حاجة الجزرة هي اللي جوه نزوق بيها من بره، نفتح نفس الاوراق كده عليها، وكمان ممكن تحط شوية سكر كده على الجزر بيبقى طعمه لذيذ جدا معاها. بنيجي هنا بقى السندوتش، انا بص عاملين كده في الفاصل برضو، بنجيب كده عيش فينو عادي من اي فرن، والكفته اللي احنا عاملينها بص الطماطم عليها بتخلي ريحتها حلوه جدا كده، حطش عليها طحينه، يعني بقى شغل محلات بقى ماشي. سنه بقدونس صغننه كده حطيها هنا كده ماشي، اهي سهله كده، دي غدوه غدوه محترمه يعني. الكفته عملناها ازاي او كده، واسحبي السيخ منها كده، حطش عليها الطحينه، سلطه الطحينه انت عاملاها بالخل والثوم ملح وفلفل، وعليها شويه بقدونس تمام كده. ايه دي كده السندوتشات بتاعتنا. اقول لك عملنا الكفته ازاي، احنا الكفته بتاعتنا هنا عملناها، بصي بتحطي تسحبي منها السيخ تنزلي عليها ايه الطحينه، عملت لهم الحاجات دي بيحبوها الاولاد صغيرين وكبار جدا، ما بيحبوش بقى الطبيخ والكلام ده، يقول لك بس برده لازم ناكلهم طبيخ برده خلي بالكم. ماشي، ادي كده كل اللي احنا عاملينه، كفايه دول هنا ودول كده هنا، وممكن تسيبي سلطه الطحينه كده جنب جنب الطبق للي يحب يزود. اوكي احنا عملنا ازاي الكفته دي، عملنا كفته جبنا نص كيلو لحم مفرومه، حطينا عليهم بضايه، حطينا عليهم ثلاث معالق من البقسماط الناعم، وحطينا ملح وفلفل وبهارات، السبع بهارات اللي فيها القرفه والجنزير فيها كل الكلام ده، وبعدين عجلنا وبصلايه طبعا مبشوره ناعم، عجلنا حلو جدا جدا مع بعضه، وعندنا عصير طماطم قد نص كوبايه قليل جدا، صبعنا الكفته في الاسياخ الخشب، وبعدين جبنا عصير الطماطم عليها من بره كده، نبل ايدينا بس من عصير الطماطم وندي على الكفته من بره ماشي، وسويناها في الفرن بالطريقه دي. جه بقى جنب سلطه الطحينه بقدونس وعيش فينو، مش مهم تخبزي النهارده عاملي الايه السندوتشات دي وجبه مفيده جدا ان شاء الله. وعندنا كب كيك الجزر لسه عاملينه، وعملنا العيش اللي بالسمنه اللي هو يعني عايزه اقول لك فطير، هو فطير بس لا طبقنا ولا عملنا الفطير السريع بقى ده، ممكن نسميه الفطير السريع، في السمنه وفي القشطه وفي الدقيق، وعجناه وسويناه بطريقه سهله جدا على الطاسه، وعملنا مع بعض الرز اللي بال القرنبيط، دي حاجه شبه مقلوبه بس احنا عملناها بطريقه سهله وبسيطه جدا، قرنبيط عفرناه بشويه دقيق، حمرناه في الزيت، وبعدين حطيناه في صينيه الكيكه العاديه بتاعتنا وقلبناه. بصوا شكل الزهره بيبقى مرسوم كده ومظبوط، بتخلي الزهره تحطي معلقه سمنه كده في الصينيه وقلبي عليها الزهر اللي احنا حمرناه، الزهر اللي احنا حمرناه ده احنا سالقينه الاول نص سلقه، وبعدين حمرناه في الزيت ورصيناه في الصينيه، عندنا لحمه معصجه فرشناها على القرنبيط، وبعدين عملنا رز بالكركم بصلايه وثوم ونزلنا فيه ايه وكركم، وقلبتهم مع بعض وسويتها، كانت بتسوي اي رز عادي جدا. وبعدين جبت الصينيه القرنبيط متحمر واللحمه معصجه والرز مستوي، يا دوبك رصيتهم في الصينيه وطبقتهم على بعض، وهتحطهم في ايه؟ في الفرن يتشمعوا، اتشمعوا بالشكل ده وقلبتها في منتهى البساطه والسهوله، كل حاجه مستويه لوحدها، بس يا دوبك تشميعه كده بياخدوا ريحه بعض من ايه؟ من الفرن، بتقلبيها في طبق وتسيبيها شويه. زي ما انت شفتيني كده، كنت شفتيني من الحلقه ان انا سايبه الصينيه عليها. البخار برضو اللي بيطلع منها بالقلبه دي بيشرب بقى ريحه الرز ويشرب الرز ده كله، وكله يشرب من بعضه من اللحمه والقرنبيط وكله. طيب اقول لك بقى ان شاء الله تحضري معانا ايه بكره؟ بكره ان شاء الله عندنا سمك بالطحينه، هتجيبي سمك اي نوع، سمك يا بلطي يا فليه ماشي؟ وطحينه هنعمله بالطحينه، وهنعمل تشيز كيك بالكريم كراميل، وهنعمل رز بالعدس البني، طبعا هتعملي سمك يا هتعملي رز بالعدس البني اللي انت عايزاه، يا تجيبي عدس يا تجيبي سمك، وهنعمل بطاطس بوريه مقليه ان شاء الله على خير بكره، استنوني على خير، الى اللقاء.